كأنه منكوش نقى. هلا حبايبي، مثل ما تشايفين شعري مبلل. دائما احب ابلش اي تسريحة بشعر نظيف ومتحمم. احب استخدم الشامبو والكونديشنر احيانا واحيانا لا، حسب كم مرة تغسلين بها شعرك. فابلش اول شيء اني امشط شعري، اتأكد انه كله مشط. وهمينا قبل ما نبلش ننشف شعرنا راح نستخدم الهيت بروتكتر اللي يحمي شعرنا من الحرارة. اوكي، نحب نحط خلاص راف، نرجع نمصص شعرنا مرة ثانية. احس هاي التسريحة تكون كلش سهلة، بس اللي مخوفني اذا راح تطلع حلوة ولا لا، لان انا ما عندي غير ساعة بس وراح نطلع. ف good luck. وابلش انشف شعري الين يوصل حرفيا يكون ناشف، يعني الشعر يكون متسرح وناشف. واذا تريدين تحبين تستخدمين الاتاتشمنت المختلفة مال المشط او تستخدمين المشط العادي اللي انت تحبيه. يلا خلصنا. لا اشرح وياكم. ننتقل، انا احب استخدم الثانيه. حرفيا تقدرون تستبدلون عن الدايسن، تستخدمون الفرشه، بس هاي تخلي العمليه سهله. اوكي، مثل ما انتم شايفين هسه راح ننتقل الى الجهاز اللي توني رحت اشتريته. حرفيا رحت ركض وول مارت اليوم، قلت خليني اسوي هاي التسريحة واشوف اذا صرت ترهم على شعري او على وجهي. سو هنا هذا الرسيت، العلامة هنا الرسيت، الريفلون اللي يجعد الشعر اللي يسويه ويفي. ف apparently بسيراميك كوتينج عند 30 حرارة ويخلي شعرك باونسي. فأني صراحة أنصح كل ما تسوين شعرك أبدا 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 لا تسويه على الشعر من يوم، او انه مثلا شعرك اوريدي مليس، او انه غسلتي تحممتي نمتي صحيتي ثاني يوم يكون الشعر شوي ماخذ كسره. فلما تجين تسوين شعرك هواي مرات ما تضبط التسريحه، وحرفيا اني عند احكي عن تجربه. فخلينا نفتح البوكس الجميل ده. مثل ما انتم شايفين لونه وردي، ما ممكن اكون اسعد من هالشي، لانه اغلب الاجهزة المشعر الوانها ما يجي وردي، بس I love it. راح نبلش اول شي نضغط نفتح press on، اجاني ضوء يشتغل. راح اخليها على شقد، اخليها على 20. خلينا نبلش نقسم شعري.
I'm scared. It's not lucky. أعتقد هسه صار حامي ف يلا نبلش. في إيه؟ تدريش قلت كنت أنتظر الحال الجهاز ألاقي حرفياً، وإذا ما صارت على شعري أنا حكون حزينة. اوكي شوفوها. اوكي I like it. هذا كل ما نريد نسده هيجي. اوكي دي تشوفون صراحة ما اعتقد اني حبيت ابدا، كأنه منكوش. نقى I tried my best with you. اعتقد راح انهي الفيديو هنا لانه هذا ايه هو ايده ما حبيته، او يمكن اني ما عرفت استخدمه، بس صدق طلع شعري كأنه منكوش. هذا رأيي الشخصي بالريفلون اللي موج الشعر، ما حبيته. كنت عندي آمال هواية بي، ما أعرف إذا أريد أكمل بس لأنه ما عندي وقت. صراحة أنا حزينة بس لازم أروح أبلل شعري من جديد وأسرحه. راح أكمل وراح أجرب. خلينا نطيه حقه. مو من هالجهة ما أدري. أوكي. شو تقولون؟ تضيع وقتي. خلي نكمل يلا. اعتذر اعتذارا شديدا لرافلون، بس حبيته، بيت التسريحة كلش. كنت استخدمه غلط، المفروض احط الفلات سيرفس اللي برا والعمودين الاثنين اللي جوا، ما ادري هم ايش يسمونه. انتو شايفين كلش 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 حلوة صراحة، تعطي وجهي شي اختلاف. شو رأيكم؟ قولوا لي رأيكم الصريح الصريح الصريح. وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى عجبكم. اليوم استخدمنا الريفلون هير ويفي اللي يخلي الشعر ويفي. مثل ما تشايفين إني تعذبت بي لكن قلت you know what، خليني انهي وصدق اجرب اعطيه فرصته. اعتقد اني شاكره لانه صدق اعطيته فرصته وصدق عجبني، وانا كنت استخدمه غلط، غلطي هذا طبعا. ف
كلش عجبني، وان شاء الله استمتعت، وان شاء الله استمتعتوا بالفيديو. طبعا اكتبوا لي شنو تحبون اني اجرب، او شنو شفتوه غلط اني سويته، وشنو الشيء صح او تنصحوني اني اجربه الفيديو الجاي. شكرا جدا متابعتي مره ثانيه، ولا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب والحبايبشيات كلها، وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.